أحب أرحب في جميع الأخوان والأخوات الحضور في الجلسة الثانية لهذا اليوم، وهي الجلسة الرابعة في المؤتمر والتي تتناول موضوع الصناعة والشراكة بين والشراكة في الصناعة. أوكي أخواني، يسرني الحقيقة أن أدعو الأخ رئيس هذه الجلسة المهندس محمد السالم، الرئيس التنفيذي لشركة أسبار للخدمات البترولية، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس في أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، وابتدأ حياته المهنية في شركة شلمبرجي إلى عام 2003، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها مدير التسويق في الكويت في شركة شلمبرجي، وأسس في عام 2004 الشركة الشرقية الوطنية للخدمات البترولية النفطية، والتي تعمل في عدة دول في الشرق الأوسط، وهو عضو في العديد من الهيئات النفطية العالمية ومنها SPE. وكما أسلفت، حاليا المهندس محمد السالم هو الرئيس التنفيذي لشركة أسبار للخدمات البترولية. أخو خالد، floor is yours. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في الجلسة الرابعة من مؤتمركم التكامل البترولي الخليجي آفاق وتحديات، وهي الجلسة الثانية لهذا اليوم. وفي هذه الجلسة سنتطرق للحديث عن موضوع مهم، من حيث أنه يتناول جانب من جوانب التطبيق العملي لموضوع التكامل الخليجي المنشود، ألا وهو موضوع الشراكات الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أثبتت هذه الشراكات أنها هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف المرجوة وإنجاز المشاريع النفطية في منطقتنا خصوصاً بفعالية وقيمة مضافة، إلا أن هذه الشراكات نادرة وصعبة التكرار. لذلك في هذه الجلسة سيتحدث إلينا ثلاثة من الخبراء يشكلون مزيجاً خاصاً يتألف من العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفي مجال الصناعة وفي النفط، وخبرات متراكمة امتدت على مدى ثلاثة عقود من الزمان أو يزيد. وسيكون أول المتحدثين إلينا اليوم هو الدكتور علي فهد المضف، مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وهو حاصل على دكتوراه الهندسة الميكانيكية من المملكة المتحدة في عام 2000، وهو عضو مجلس إدارة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ويرأس الدورة الحالية للمجلس، وعضو مجلس تنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وعضو مجلس الأمناء لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة. كما شارك وترأس عدد من اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وعدد من اللجان المهمة في جهات متعددة. فليتفضل المتحدثين. مشكورين لو سمحت. اي تفضلوا. الدكتور علي المضف له الكلمة الأولى، وهي بعنوان الشراكة بين القطاع الخاص والعام في الصناعة البترولية. اللي رايح. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوات والأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. راح أعرض البرزنتيشن باللغة الإنجليزية حسب يمكن ما طلب مني، فاعذروني على يعني تخلي عن اللغة العربية ونمشي في اللغة الإنجليزية. Ladies and gentlemen, good morning. Today I'll be talking about public-private partnership with respect to petroleum industry. Okay, the focus of my presentation relies in 6 points. First is to understand PPPs. The second is to see some example of PPPs in Kuwait. The third is forms of corporate partnerships, especially in the petroleum industry, which is the focus of this conference. I will show some of the public authority industry efforts
in supporting PPPs. And I will talk some of our own projects at the Public Authority of Industry with regard to support that cause. And finally, I'll just give a preview about the GCCC Industrial Map, which is a project we are all relying in our Gulf countries to find the real opportunity for investment in the industrial sector. Now, what's the definition of a PPP, or a private-public partnership? One definition says it's a contractual agreement between a public and a private partner, which allows the private partner to have really more participation or a bigger role than usually is traditional. With regard to petroleum industry, the API, American Petroleum Institute, defines the public or the PPP at aiming to finding cooperative, lasting, sustainable solutions to environmental, educational, and community issues. Usually this is as they call CSR, or corporate social responsibility. PPP is usually characterized by cooperation between the public partner and the private partner on different aspects of the project. Funding is an important issue, the structure of the funding, what is the funding to be bared by the public or the private partner. Also, what is the aim of this? The public partner usually concentrate on defining the objectives to be attained by this project, while the private partner usually focuses on service delivery. There's always a risk, and there usually has to be a distribution risk between the public and the private partner. You cannot give all the burdens to the private sector and tell him to take all the risk. There has to be a distribution between that risk. Just to look at this example, the responsibility between public sector and private sector and types of PPPs, I can categorize them in two, a brownfield projects and what's so-called greenfield projects. Now, brownfield projects is projects where it exists. The infrastructure is there, the building is there, the role of the private sector comes later to manage these properties. And there are maybe four types, just an example. A service contract is mainly, as you see, toward the public sector. The role of the private sector is just to do the service, small share. And there's a contract or a management contract, the role of the private sector increases. There's a lease contract. And finally, concession contract, where the role of the private sector is really majority in this. It adds more variety to its roles. The greenfield projects is usually projects that start from scratch, from zero. We begin by design and build. Majority, the share majority on the public, as you see, from the on the public sector. He funds, he does all the things, just the private sector design and build this project. The next stage is for the private sector is not to design and build and maintain. Design, build, and operate. Design, build, maintain, and operate. You see, as we go along, the share of the private sector gets more. Build, operate, or transfer, what we call BOT. Build, own, operate. And the ultimate is to build, own, operate, and transfer, where the private sector shares more of the responsibility in this model. If we look at this table, it shows the different types of contracts or PPPs we just talked about. Management contract and lease contract, the private sector doesn't play any role, design, build, finance, own, no. Mainly to operate and maintain. And the period of the contract is relatively small. The other three concessions, BOT, BOOT, private sector plays much better role in this, I mean a larger share, and the duration of the contract is really very long.